بونجور، اليوم حنتعرف على معمل قديشة، تفضلوا معي. يلي بيميز هالمعمل انه كتير قديم وفينا نشوف هالشي من البناء، وهو بيولد الكهرباء على الطاقة المائية. هذا الأسطر بيغذي المعمل من المي، بيجي من الحوز الموجود بمطعم الشلال براس كسبة. خلينا انا وياكم هلا نفوت نشوف تفاصيل داخل المعمل. المعمل ابو علي تاسس سنه 1932. هنا ثاني معمل بالشمال، معمل بشري سنه 23، اول معمل بلبنان كان كله كمان، هنا ثاني معمل هون بالمنطقه سنه 1932. المكانات شغل فرنسا، كونستركسيون دي فرانس. هيدي المكنه الساعه مثل ما هي من سنه 32، كلها ميكانيك، هيدي بتدور بدون ما تستعمل كهرباء، كله بسموها ايلاند مود، بتدور بدون ما نستعمل كهرباء من برا. اذا صار شيء على الشبكه فيها تهز المعمل والمناطق المجاوره. انه الساعه انه تكنولوجيا قديمه كثير، والمعمل اللي بيشتغل على المي بتجي المي من معمل بلوزه. بس تطلع من معمل بلوزة بتجيب الكوندوي دمني على خزان بأول كسبة فوق عند مطعم الشلال. فوق مطعم الشلال في خزان، ومن الخزان بتنزل هون بكوندوي فورسي، وتتنزل على المعمل الضغط حوالي 30 بار، لأنه الأسطر علوه شوت 300 متر بتطلعوا 30 بار تتمشي المكنة. هيدي وحدة تانية سنة 2016، أحلنا المعامل المائية كلها، بقى أحلنا مكنة وزدنا مكنة جديدة. هولي بيعتوا بحوالي 2 ميجا كل مكنة منهم. مثل ما شايف صار السيستم كله هيدروليك، بوصلة الزيت ما في بقى بوصلة المي، وهالمكنات بالزمن بويسونس تيدورو، ما مثل هيديكي اذا ما في كهرباء على الشبكه ما بيدوروا معنا. وهيدا السيستم كله تغير، الكوموند فيك تشوفها الان. والتابلو كله صار كوموند الكترونيك، انه هي بتدور مع الحاله، كبس ستار بتمشي، كبس ستوب توف. هون كان بدها وقت طويل تدور، وفتح مي وريجيلاتور، هذا كله اوتوماتيك سهران. هلا هون الوحده الثالثه، هون كان في محلها مكنه قديمه من جابي من الدول العربيه وتركت بعد هودي. بقى بسنه 2016 كمان شلناها وعملنا كل الانشاءات الجديده، ومكنة جديدة بتولد 3500 كيلوات، انه تقريبا كل السنة بتاخد كل الانتاج. على فصل الربيع بتدور معها مكنة مساعدة. هيدا كل شيء عنا، وكمان حتى النيفو فوق هي بتمشي على الليفل، بس تعلى المي من الحولة بتقوي، وبس توطى المي من الحولة بتقفل. مبينين فيها اربع بوينتويات، ومبينين الديفليكتور كيف بتدور المكنه وكل شيء. وهون كل شيء بتشوف الزيوت كيف ماشي، كيف ماشي المكنه، قديش عمليه الستار كيف بتبلش تتعلق اخر شيء. انه هذا كل شيء هون، انه السيستم كله فول الكترونيك.
السنة هاي الكومون كمان السنة من سنة 32 أكيد هاودي دي بارود كيف كنا نوصل بين هون وطرابلس لأن هون كان هاي المعمل هون يغذي كل طرابلس ما كان في إسه معمل الحريشي تحت ولكننا متصلين ببيروت السنة كانوا يطفوا الحريشي بات الدور تحت الحريشي يطفوها 3-4 شهور طيب ما ياخذوا من أبو علي كان هون نعطي طرابلس نعطي البحصاص نعطي كل المنطقة من هون كان في هون المنافر تبعها شمال كرة طرابلس عكار كانت عكار كلها الأوديشة على عكار صوت كهرباء لبنان كنا نغذي كل منطقة من البترون الآخر عكار سوريا كله من معمل بشربي وأبو علي بعدين زيدوا مرليشة أو بلوزة بعدين نشوف المكانات المعفي منها بالعالم كله بقى هذا ريجيلاتور وكله كان كله مانويال هودي هون التعليق إذا بدك تشوفهم كمان هذا كان يصير عملية السينجليزاسيون من هون هاي الشبكة الخارجية والشبكة الداخلية وهي الشبكة الخارجية والداخلية وهذا بيبرم بس يصور على البطيء على السهم الفوقاني كانوا يعلقوا المكنات بإيدهم هلا كله اوتوماتيكي بتعلق من الفولاسور كل شيء هودي الساعات كيف كان الكيلوات الامبير متر الفولتاج تبع الكورون كونتينيو هيدي كلها وقفت المكنات اللي تجددت وقفت هاو الساعات لسا المكنة الأولي بس لساها مانيوال هون بينتي الكوندي فورسي بفوت على كل وحده المكنه الثالثه الثانيه الاولى بتفوت الانتري عليها والماي بتنزل من هون رح نبين هذيك هيدي السورتي تبع المكنه بس يخلطوا الميات بكملوا بينزلوا على النهر هذا المبنى هون هذا اول مكنه ترميك كانت تعطي 1 ميجا وات كمان بسنة الثلاثينات وقت اللي عملوا المعمل هون عملوا بعدن في صغيرين وتحت منه هون كله خزان فيول كان بس في اثار الفيول كانت والمبنى هونيك اتوليه كان الكل اوديشا كان لانه قبل هالمدي كان كل شيء تبشيم ما كان في لحام كله تبشيم في مكنات تبشيم المقدح القديم كانوا يحطوا القصر على بعضه ويبشموه حتى الونش قبل ما فكيناه كمان كان كله تبشيم هون ومعمل بشري وفوق في بيوت كان شغيلة لانه ما كان في مواصلات كان في شغيلة قعدوا هون وفي بيوت هيك المال هيدي هون سليل دي ترانسفورماتور هيدا ترانس تبع المكنة الثانية الأولى الثالثة انه كل سليل ترانس يطلع من المكنة 5.5 كيلو فولت وبيحولها على 35 تيطلعوا على كسبة تيعمل شبكة شبكة كنا هون انتر كونكسيون كل شبكة لبنان متصلة ببعضها بيطلع من هون بيروح على محطة كسبة بالحريه ومن الحريه بيروحوا يوزعوا غير معامل تيعملوا مع بعضهم هون سليل هو تنسيون مثل ما شايف كمان هون السي نفس التسميات ما غيرناها خط طرابلس لانه كانت تغذي طرابلس من هون هلا هذا الخط اللي بيربط صار بين هون وكسبة طلعتي مدينة طرابلس هون في بيت بتطلع على العيلة كمان عندنا شبكتين فينا نحول على الشبكة الأولى والشبكة الثانية سيستم قديم بس كان متطور لسه أحسن من هالأيام هيدي وقت اللي بلشوا بالمعمل جاي الرئيس كان كميل شمعون جاي حطوا حجر الاساس وحطوا هاي البلوطه هون تيقولوا انه امتى نبلش المعمل